وللمزيد حول حقيقة الجهود الحكومية في العراق لمحاربة الفساد في وقت تتصدر فيه البلاد قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافة الدولية، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ أو ينضم إلينا أستاذ الإعلام في جامعة البتراء دكتور عبد الرزاق الدليمي. أهلا بك دكتور عبد الرزاق. بداية، لا تنفك الحكومة في العراق منذ تولى رئيسها مهامه في 2000 أو منذ 2003 إلى اليوم إلا ويدرج في أول برنامجها المقدم للبرلمان بند محاربة الفساد. بداية، هل ترى محاربة الفساد في العراق واقعا يمكن ملامسته؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وأيضا الشكر لكم على إثارة هذا الموضوع الذي يشكل حقيقة ظاهرة خطيرة في العراق، وربما سيكون استمرار هذه الظاهرة السلبية ليس فقط على العراق وإنما على الدول الأخرى. موضوع الحقيقة الفساد عملية يعني مقصودة، ربما يكون للمحتل الأمريكي الدور الأساسي فيها، وتأكيد يعني حالة معينة بتحويل العراق من دولة شعبها شعب يؤمن بالقيم، يؤمن بالأمانة بالإخلاص، يؤمن بالنزاهة، إلى شعب تنخر به آفة الفساد في كل نواحي الحياة. ولذلك إن ادعاء الأنظمة التي أو الحكومات التي تم تنصيبها على الشعب العراقي منذ 2003 لحد الآن، حقيقة هذه الحكومات تدعي أنها تحارب الفساد، ولكن في الحقيقة هي تعزز وتمنهج الفساد في كل المؤسسات، إلى درجة أن من لا يكون فاسدا لا يكون له موضع قدم بين المسؤولين الموجودين في الحكومة منذ نيسان 2003 ولحد الآن. وهذا طبعا ما نشهده يوميا، تقريبا يعني لا يمر يوم إلا ويكون هناك حديث عن فساد وفاسدين، ولكن بالحقيقة لا توجد هناك أي معالجات، لأن من يطلب منه محاربة الفساد هو فاسد، فكيف يحارب الفساد؟ وهذه طبعا مأساة كبيرة الآن يعيشها العراق. والعراق الآن كما يعني شاهد تقديركم يتصدر دول العالم في موضوع الفساد، بينما كان العراق قبل 2003 كان من الدول المعروف يعني أبنائها وحكومتها بالنزاهة الكبيرة. نعم دكتور عبد الرزاق، ما الموانع التي جعلت الحكومات المتعاقبة أن تفشل في محاربة الفساد رغم وجود 4000 ملف فساد لا تزال معلقة؟ يا سيدي، الفساد بالعراق كما قلت قبل قليل عمل يعني منظم ومخطط، ومطلوب من الذين يعملون في الحكومة أن يستمرون في هذا المنهج حتى يتحول العراق من بلد يعني قوي مقتدر له حضوره على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي إلى دولة ينخرها الفساد ويعبث فيها الفاسدين. وبدل أن تنطلق هذه الدولة بشعبها الذكي، شعبها المتميز بقدراته بثرواته، أن تنطلق إلى يعني مساحات أخرى اللي هي مساحات التقدم والبناء والنهضة، إلى الانكفاء على الذات ومعالجة الخروقات وعمليات الفساد التي دخلت في كل تفاصيل الحياة، إلى درجة أن أي إنسان الآن يحاول أن يحارب الفساد سيكون هدف سهل للمافيات وللقوى التي تتحكم الآن في كل مفاصل الحياة في العراق. طيب دكتور، باعتقادكم إلى أي مدى لعبت الميليشيات دورا في حماية منظومة الفساد الحكومي في العراق؟ كما قلت يعني أنت عندما تريد يعني تقوم بعمل كبير تغير فيه بنية المجتمع وتوجهات المجتمع، لابد أن تعتمد على أساسين. الأساس الأول هو موضوع الشرعنة من خلال الأشخاص والقوانين التي تشرع. احنا يعني هسه عندنا بالعراق يعني مجلس نواب كله فاسد، حكومه كلها فاسده. ايضا هذه القوى الشريره الفاسده لابد ان تعتمد على قوه تستطيع ان تستعين بها لمواجهه
حالات ربما قد تبرز لمواجهة الفاسدين، يعني ممكن مثلا تصير صحوة في بعض المؤسسات في بعض الأشخاص، فلا بد أن تكون هناك لديهم قوة مسلحة، هذه قوة مسلحة تفوق قدرة وإمكانيات الجهات أو القوى التابعة للدولة، يعني كالجيش أو أجهزة أمنية. فحقيقة الميليشيات يعني وجدت لكي تحمي هذا النظام الفاسد. وأيضا طبعا كما هو معروف أنه إحنا في العراق هناك محاولة الاستنساخ السيء لتجربة ولاية الفقيه في إيران. فموضوع وجود القوة المسلحة الخارجة عن القانون، هذه طبعا جزء من شرعنة الوجود للفاسدين والدفاع عنهم أمام أي عملية تغيير، مثل ما استشفنا عندما ثار الشعب العراقي خصوصا شبابه من الشمال إلى الجنوب في محاولة لاستعادة وطنهم، استعادة ثقافتهم، استعادة كرامتهم. لاحظنا أن الذي تصدى لهم الميليشيات زائدا القوى المرتبطة بالميليشيات الموجودة في الحكومة الفاسدة. الدكتور عبد الرزاق الدليمي، أستاذ الإعلام في جامعة البتراء، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.